يلا يا جماعة يلا كله جاهز للخبر التعويض. ايه اللي حصل؟ هي راس الحكمة عطلت مع الفيسبوك والانستجرام ولا ايه؟ والله العظيم احنا شفنا العجب، ولو ان يعني خلاص احنا مبقاش نشوف، لان كتر الضرب على القفا بيخلي العمى ينزل على طول. ايوه ورابع تعويم، يعني رابع قفا. مش ممكن الصفقات تدخل، المفروض الدولار ينزل الدولار يطلع، الدولار ينزل المفروض الاسعار تنزل، لا الاسعار تطلع. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله وحسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون. طيب نشوف بقى وصل لكام التعويمه دي. ها جاهز يا ابني ومجهز معاك العوامة البطه ولا هتنزل تخطف زي كل مره؟ وانا اللي كنت فاكر اغنيه قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم اللي بيغنيها ايمان البحر درويش؟ اتاري اللي بيغنيها الجنيه اللي سعره ما فيش. يلا يا بابا وريني سعره وصل لكام. بس استنى بس قبل ما تقول، هات حبايه الضغط وحبايه السكر ومرهم البواسير وسن فران، عشان لو سالي قوي هشربه واخلص بقى. ايوه طبعا لازم نعرف كام عشان نتنيل نخطط للمستقبل. في اول تعويم بعنا اكسسواراتنا، في تاني تعويم بعنا هدومنا، في تالت تعويم بعنا ملابسنا الداخليه، يبقى في رابع تعويم ما قدامناش بقى غير ان احنا نبيع شرفنا. ايه ده؟ معلش بس هو الرقم اللي انا شايفه ده انا شايفه صح ولا دي زغلله ما بعد القفا؟ طب انت متاكد ان ده السعر ولا يكونش ده درجه حراره الجنيه بعد ما جاله لطشه برد في التقلبات الجويه؟ ده السعر الحقيقي؟ لا يبقى ما بدهاش بقى. يا نسيب جيو يا هواي. يا جماعه انتوا متاكدين ان المشروع ده بتاع راس الحكمه ولا توتت الحكمه؟ بالسعر اللي احنا وصلنا له ده لا يمكن. لو راس الحكمه وصلنا ل 45، امال لو كانت راس صدر كنا هنوصل لكام؟ 69؟ طيب انا رايي بقى خلاص احنا ما نربطش بالدولار بلا وجع قلب، احنا اساسا ما بنحبش اللون الاخضر وكده كده احنا بنشيل كل الشجر والاخضر اللي موجود في الارض وفي الشوارع. لا مالناش دعوه، لا خلينا بقى نربط بالالوان الثانيه، الالوان العربيه، العملات المحترمه. الدينار وصل 150، يا لهوي ده ايه ده؟ واكل حله اشطوزه بالكنافه بالنوتيلا ونام؟ ما هو اكيد 150 كيلو. لا بتهرج، 150 جنيه؟ لا ده انتوا مصممين بقى. يا نسيب جيو يا مصيبتي. يا بخت اللي معاه دينار ولا اللي معاه تكييف في الجو النار. انا بقول بقى كفايه كده اخبار مكئبه وتضايقنا واتكابنا، لا عايزين حاجه بقى تضحكنا وتفرفشنا. انزل لنا باي حاجه تضحك يا ابني. انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد. انا كنت طالب شاطر جدا في الاقتصاد. يا ابويا شعبة المستوردين بعد التعويم توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 45%. تاني قصدي تاسع، يا أساسا الأسعار زادت فوق الزيادة الأخيرة بتاع 95%، فدلوقتي تزيد 45% تاني. هي إيه؟ الأسعار دي بتحسن مجموعها على فين إحنا؟ أنت كمان عايزة تقول. اللي عاجبني بقى إن بعض القنوات قالت لك إحنا نبتدي بقى نكلم الناس عن فايدة التعويم. آه طبعًا التعويم ليه فوائد كتيرة جدًا. الله، يكفي إنه هيرد المدام رانيا اعتبارها، لأن كلنا هنمشي مالتي وكلنا هنقول طب كنت نبهني قبل ما تزغرفني. استقرار الاسعار، الاسعار هتستقر زي لانها هتستقر فيك زي ما الرصاصه بتستقر في الدماغ، فهتلاقي السعر كده رشق في المواطن، بس مش هيرشق بقى في قلبه، هيرشق في حته ثانيه. يعني ما عيب اقولها، نهايه ازمه الدولار. طبعا لان هي ازمه الدولار كانت جايه منين؟ الدولار طالع والجنيه عمال ايه يحبو بيعافر معاه، دلوقتي الجنيه ربنا يرحمه خلاص اصبح الدولار لوحده. لا كده مفيش اي ازمه، هي بس هيبقى في جزمه هنضرب نفسنا بيها، ده يعني للمرفهين اللي لسه ضعوش جزامهم. القضاء على السوق الموازية للدولار والقضاء على المواطن برضو، دين تفتوها من ضمن المزايا، لانه كان قرفنا بقى كل شوية حاكل منين، الاسعار زادت انزل ازاي. دلوقتي خلاص بقى المواطن بعد التعويم الدينار الحقن اتهوى يرقد في السلام باذن الله. السيطرة على التضخم، اكيد قصدهم تضخم المعدة. لان انت كنت بتاكل بقى معاك فلوس اشي كبدة اشي فشة اشي فول اشي عيش، يجيلك تضخم في بطنك، لكن بعد الاسعار دي مش هتشتري حاجة، فمفيش اي تضخم خالص طبعا باستثناء تضخم البروستاتا اللي هيجيلنا بعد الاخبار دي. زيادة تحويلات المصريين بالخارج، زيادة وفيات المصريين بالداخل. طب يعني حضرتك ازاي هم هيحولوا؟ ما انا شايف انه في السوق السوداء السعر لسه اعلى من البنك، فبالتالي لما يجوا يحولوا هيحولوا في السوق السوداء، فهنفضل في نفس الدايرة. فانتوا فاهمين انتوا بتكتبوا ايه ولا اي هبد وخلاص؟ زيادة الانتاج والصادرات، دي بقى الميزة اللي انا كنت مستنيها، فعلا الصادرات بتزيد بعد التعويم، ليه؟ لان كله هيصدرها للي يقدرها. سامحينا يا مدام رانيا كنا ظالمينك، هي الوحيدة اللي كان عندها بعد نظر وكانت فاهمة ان الرخص افضل وسيلة لمواجهة الغير.
كلام. خلق فرص عمل مباشره وغير مباشره برضه دي حقيقيه. دلوقتي احنا بعد الاسعار والزيادات والتضخمات دي كلنا هنمشي نقول يا ربي ايه العمل ايه العمل، ده يعمل عمل ابجد. زياده الاستثمار الوطني والاستثمار الاجنبي. طيب ما دي بقى ميزه قلناها قبل كده، احنا كلنا هنبيع نفسنا الفتره الجايه، فيجي بقى المستثمر يبيعوا ويشتروا فينا. زياده السياحه دي بقى ليها معنيين، بمعنى ان احنا كلنا دماغنا هتسيح الفتره الجايه، وبمعنى ان كلنا هنتسوح وسط الغلاء اللي هنشوف. والله انا بعد كميه المزايا اللي ملهاش اي مزايا دي اللي انا شفتها، يعني انا فعلا 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 مضطر ان انا اعيدها تاني. يا نسيبتي المشكله ان الاحداث دي حصلت قبل رمضان بكام يوم، يعني الناس بتنزل اصلا في رمضان تشتري. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التعويض. بس سيبكم انتوا بقى بالاسعار بلاني، انا عاجبني التجديد في الاداء، في شيء جديد بنشوفه لازم نثني عليه. احنا عاده متعودين ان الصب في المصلحه بيبقى يوم الخميس بالليل، عايز برضك يبقى عندك جمعه وسبت تلحق تدهن مراهمك وتفوق من الليله دي كلها. المره دي بقى جه الاربع الصبح حريق كده واحنا لسه ما فطرناش. ده ليه معنى من الاثنين، يا اما ان الوضع منيل بسنين لان احنا مش قادرين نستنى لحد يوم الخميس، يا اما انه مش هيبقى وضع، ده هيبقى كل الاوضاع. انا بس اللي لفت نظري ازاي سعر الدولار زاد والبنزين والسولار لسه ما زادوش. شكل البنزين والدولار ده متحوش ليوم مباراة الاهلي والزمالك. مدام لميس الحديدي كاتبه يا صباح التعويم، صباح الزبد، اخيرا خطوه في الطريق الصحيح طال انتظارها. طبعا كميه دولارات قفشها قد كده، زيت لك سعرها بيقل، عايزين السعر يزيد عشان نعرف بقى نتنغنغ. يا رب تكمل بباقي الخطوات. يا لهوي هو لسه في خطوات كمان هتعملوها؟ هيخنقوا فينا زي الفراخ في بيوتنا. لا يا مدام لميس انت عارفه معزتك عندي قد ايه، انا بحبك وبحترمك وبدعي لك بحاجات في قلبي، يا رب يا رب يجعلها من نصيبك يا رب. مش فاهم، مش قال لك الدولار كان بينزل بينزل وبينزل خلاص؟ ده كده الدولار كان نازل يجيب فياجرا ويطلع بقى للجنيه وللمصريين كلهم. ملاحه ملاحه عادي، ظبطوا الاقتصاديات بس ما تمسحوش بينا الارضيات زي كل الناس غالبا ان احنا مش فاهمين قوي في الاقتصاد، ويقول لك اصل احنا لو عملنا الاقتصاد والتعويم الاقتصاد هيتظبط، يعني الكلام اللي سمعناه في ثلاث تعويمات قبل كده وما شمناش ريحه اهل. ماشي خلاص، عايز تعمل كده احفظ بقى للناس ان هم كرامتهم تبقى متصانه بان الاسعار كويسه. شوف بقى اعمل القرارات، تديهم فلوس، تديهم معونات، ومعونات اكتر من الزياده بتاعت التعويم، لان مش المواطن المصري بس هو اللي يهمه الاسعار على فكره. يعني في اوروبا في امريكا لما الاسعار زادت المواطنين اعترض، زي ما كل الدول دي عملت معونات عملت قرارات، انت برضه المفروض تعمل كده، مش ناخد التعويم وتدونا احنا الخازوق بس. وما تجيش تقول لي انت لازم تقف جنب بلدك، احنا كده كده واقفين ومستحملين قطع الكهرباء ساعتين. حلو قوي علينا كده بقى ما نوقفش كمان في الاسعار. يقول لك دايما الكبير يعمل حاجه عشان الصغير يتعلم منه. دلوقتي في الظروف دي الغني المذيعين والمسؤولين والحاجات معاهم فلوس، اديك انت شيل الغلاء ده مع نفسك، لكن اللي مرتبه ضعيف ما يشيلش هو الغلاء. اللي يغلى ما تشتريهوش، الكلام ده لما يكون في السوشي، كان في برضه موضه طالعه على السوشيال ميديا، خلاص الاسعار زادت والتجار جاش ما تشتريش منه. طب حضرتك ما نشتريش، احنا بنقول لك هناكل سوشي، بنقول لك في فول في عيش في بيض الحاجات الاساسيات، ايه ما ناكلهاش الحاجات. طب اعمل ايه؟ اجيب ابني بقى كل يوم لما اجوع اكله على قفاه عشان كده اكل. القرارات بتبقى كامله، مش نمسك امله ونسيب امله. حضرتك خلاص قررت تعمل التعويم ودي حاجه تضايق الناس وهتغلى الاسعار، بندي بقى كل القرارات. حضرتك اسمح بقى باللي عايز يشتري دولار، الناس تستورد تبيع، الناس اللي اتاخدت منها دولارات في كمان قبل كده ترجع لها، بحيث يبقى كل ده باللي بيقولوا الاقتصاد فاهمينه، بيقولوا كل ده هيخلي سعر الجنيه يعلى تاني، تبقى بس فتره مؤقته كده الدولار يرفع، لكن ناخد الحاجه الوحشه اللي تضايقنا، الحاجات التانية الكويسة اللي في مصلحة الناس ما ناخدهاش كله، مش حتة منه على بعضه ما تديناش سنه. يا ريت تسكتوا المحنكين لان دول شوية مفكوكين، يعني ازاي مذيع يطلع يقول لك هي الدولار بينزل هو ده مصلحة الاقتصاد برافو هللو، تاني يوم الدولار يرفع هي الدولار بيرفع هي دي مصلحة الاقتصاد هللو. طبعا احنا بنشكركم وبنشكر الظروف اللي عرفتنا ان احنا كان عندنا حق لما قررنا ما نتابعكوش وندلت القنوات اللي انتوا عليها. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وتفعل الجرس ويعني كل الهري اللي احنا بنهريه ده. لو انت شفتنا قبل كده والعتاوله اللي معانا من قبل كده، او لو انت اول مره تشوفنا، احنا كل مره بنقول جمله، المره دي بصراحه احنا عندنا جملتين فمش عارفين نختار انهي، فهنخليكم انتوا اللي تختار. اللي جاي هيك ومفيش بريك او عايم في بحر الغد، يعني شوفوا انهي قال يا على الموضوع وبراحتك. بس قبل ما تكتبوا لنا اكتب بقى رايك، اللايك، ابعت، انشر، كلم دارمك، كل الهلك اللي احنا بنهلكه ده. والله حرام لسه مهبودين تعويم، اقول لهم غوروا ما يعني ما ينفع خالص. يلا اهو من غير غوره.